السلام عليكم. انا كنشكر شوفتي في وقفوا معي، الله جزاهم بخير، الله يرحم الوالدين. انا من جمعه ولاد عبو دول المداحه قليم برشيد. انا اخوتي واحد القصه، كنت خدام مع خويا في شركه البوطات. ملي كنت في هذيك الشركه ديال البوطات كنت عامين وانا معاه، ضربت واحد الضربه في راسي، ريحت هذاك الشهر. وليت كنريح عاد واحد السيد من العائله، وهذاك السيد كيسرق وانا كنجي نريح معاه. ملي كنجي نريح معاه وانا ما فراش يسرق كيسرق، نهار سيدي هذا ولد اختو، نهار شدوه جاب لي البوليس حتى العروبيه للدار. ملي جابهم لي للدار جيت انا كنت تكون في السلا، جابهم لي جا الوالد عيط لي قال لي راه البوليس ديال القنيطره جاو عندك ما كاش مدير. قلت له ودي راه ما مدير والو. ملي جا عندي مشى قدمني لواحد السيد كيعرفو، وملي قدمني ليه عطاوني 6 سنين. والسيد اللي جاب لي البوليس اللي جابهم لي ديال القنيطره حاكمين عليا ب 10 سنين نفس التاريخ. وملي ضربت 6 سنين خرج من هذيك 6 سنين بقيت 7 سنين ونص على برا، تزوج درت وليد. ملي درت هذاك الوليد جيت نشد لاكارت، كان وفى ليا. ملي شديت لاكارت شدوني قال لي تعالى راه عندك بلان. ملي مشيت لهاد البلان شدوني داوني للقنيطره. ما كنتش عارف والو؟ ما عارف والو. داوني حكموا عليا بنفس 10 سنين. وبغيت اخوتي والناس مسؤولين واللي كيشوفوا واش اللي عنده 6 سنين وحاكمين عليه ب 10 سنين نفس التاريخ، نخرج 7 سنين على برا وتزوج ودرت وليدات. وملي جيت نخدم هرسوني عطوني 10 سنين. العالم رشيد خلى لي البلان. ولد خالي خلى لي البلان وجاب لي البوليس للدار. وين هذاك المونتيف اللي دوزتو؟ راه هو 6 سنين. صدق ضربت انا مونتيف واحد، صدق ضربت فيه جوج، ضرب فيه 6 وضرب فيه 10. وملي كملت هذيك 10 خرج صافي، ما عندي لا وسخره في الاداره ديال الشجون ولا والو، خرج ورقه صافيه. واني ملي خرجت وجيت وجمعت انا اوراقي المبادره ديال محمد السادس ديال الشجون، جمعت لها اوراقي، جمعت لها كل شيء. وربع سنين وانا لا خدمه لا ردمه، وعندي وليدات، عندي جبنيات، وعندي ولد، وعندي امي كبيره وما كتقدش تشوف، وما لقيت لا اللي عاوني، ما لقيت لا اللي ساهدني، لا حتى شي حاجه. الله يرحم ليكم الوالدين، لا كان شي مسؤول ولا شي محسن ولا شي واحد خدام في شي حاجه ويتبع معايا الوراق ويتبع معايا الدوسي. راه داروا معايا واحد داروا معايا واحد المستحيل. ليه اش نقول لك؟ محنوني في حياتي. والعائله زعما ما تدخلوش بيناتكم؟ والو ما كاينش، وما لقيتش اللي وقف معايا وشافوني ما عديش وشافوني حاله ضعيفه حكموا عليا باش بغاو. وانا علاش غنتحكم مونتيف في 6 سنين في 10 سنين؟ ما خصنيش نتحكم في 6 سنين في 10 سنين. انا كنطالب بحقوقي، وهاد الناس المحسنين يشوفوني. انا راه كنموت بالجوع وبنتي عندي عمليه، والله العظيم ما لقيت باش نصاوب عليها. وانا جيت للدار البيضاء، انا ساكن في ولاد سعيد، جيت للدار البيضاء مسلف المركوب ما عنديش. وهاد الناس اللي ساعدوني الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. وانا كنطلب من المسؤول، لا كان شي مسؤول وبغى يعاوني وبغى يوقف معايا يجي عندي ويخذ وراقية ويشوفهم واش الحق ديالي ولا ديالهم. انا كنقول لكم الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. انا كنشوف اخوتي عاونوني، راني ما عنديش. واش 16 عام غيخدمني شي واحد؟ راه ما غيخدمنيش شي واحد 16 عام. راه اللي كتمشي عاد وكيقول لك انت مدوز الحبس، راه والله العظيم انت كنموت بالجوع، والله ولادي انت كيموتوا بالجوع. راه بناتي ما في حتى هما، ما لقيت ما نعطيهم، راه ما لقيتش ما نعطيهم. عندي عمليه دريه دابا، واي واحد يجي يوندي لي ويجي يشوفني فين ساكن. انا راه جيت للدار البيضاء، هاد الناس ما كيخرجوش وتعاونوا معايا باش يديروا معايا. الله يرحم الوالدين. 0 95 96 39 17.